الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المقصود بحف الشارب الحف من الأطراف حتى تبدو الشفة العليا، أم أنه حف جميع الشارب حتى يبدو أصل الشعر؟ حف الشارب قصه، لأن في بعض قص الشوارب فحفه قصه، ولا يزال إزالة بالموس، لأن هذا تشويه للوجه، يقص بالموس ويترك شيء منه لتجميل مكانه. وإذا حلقت الإطار اللي حول الفم حلقته بالموس هذا أحسن، تحلق القريب من الفم بالموس، وما زاد عن ذلك تجزه جزا. نعم.